بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتاح الولاية والمحبة الذكر. أولياء الله هم أهل الذكر. هنتكلم النهاردة في هذا المفتاح عن الذكر. بداية، الذكر عام وخاص. العام وهو الذي يدخل فيه الصلاة ذكر، الصوم ذكر، الحج ذكر، الصدقة ذكر، قضاء حوائج الناس ذكر، قراءة القرآن ذكر، الدعاء ذكر، إماطة الأذى عن الطريق ذكر. والذكر الخاص وهو المعروف، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عام وخاص، هذا هو الذكر. لكن الذكر باب من أعظم الأبواب بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. إيه اللي يخليني أن أنا أغفل عن الذكر؟ كلنا يتفق ان المشاغل والاموال والاولاد وان احنا بنجري على لقمة العيش، لكن هل هذا مبرر لغفلتنا عن الذكر؟ لا، ليس بمبرر. اسمع، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. مفيش مبرر يلهيك عن الذكر. اسمع الحبيب صلى الله عليه واله وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. بالنسبه للبيت اللي بيذكر فيه اسم الله، اسمع: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. يعني واحد ماشي بين الناس وهو حي لكن عند الله ميت، عافاني الله وإياكم. هو حي في مفهومنا إحنا، عند الناس حي لكن عند الله ميت. ليه؟ لأنه لا يذكر الله. الذكر شيء عظيم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا ذكرني عن العبد، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. الذكر باب عظيم لا تغلقه أيها العبد بالغفلة. اسمع الذكر، يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني جاي بالأمر، لكن أمر بإيه؟ بكثرة. لم يقل اذكروا الله هكذا، لا، عام، ولكن اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالله جل وعلا يريد منا أن نذكره بكثرة لا بقلة. لذلك سبحانه وتعالى ذم المنافقين، عافاني الله وإياكم، قال عنهم: الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اسمع الآية دي كده، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشاهد هنا لم يقل على الذاكرين والذاكرات كالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لم يقل والذاكرين والذاكرات، بل جاء عند الذكر سبحانه وتعالى فقال: والذاكرين الله كثيرا. الذكر بكثرة في كل وقت، تذكر على كل أحيانك. اسمع، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو نائم وهو قائم وهو ماشي وهو قاعد وهو على جنب وهو يأكل وهو يشرب، وهو في كل أحيان النبي عليه السلام يذكر الله، مصداقا لقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اسمع هذه القصة العجيبة التي ذكرها ابن حجر في الإصابة، وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أرسل جيشا، وكل واحد في الجيش أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزاد، ولكن نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في الجيش لم يعطه زاده، وكان في هذا الوقت مجاعة أو شدة. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد زاده نسي رجل، هذا الرجل يسمى حديض، نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل، والنبي يقسم الزاد، كان في آخر القوم
مشغولا يتكلم بأشياء. مشغول بإيه؟ مشغول، أيوة أنت هتقول مشغول بذكر الله، كان مشغولا بالذكر. فنسيه النبي وانصرف القوم. هذا الرجل الحيي رفض أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنك نسيتني، فمشى القوم. وبعدها فإذ بجبريل ينزل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جبريل، نعم، على نبينا وعليه السلام نزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول له؟ قال له: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربك يقرئك السلام ويقول لك لقد نسيت حديرا. يا الله، لقد نسيت حديرا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من رجاله خلف القوم، قال: اذهب ونادي في القوم، ستجد رجل في آخر القوم يسمى حدير، أقرئه مني السلام وقل له خذ أي زادك، وأعلمه، قل له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي أن يعطيك الزاد، فذكره بك ربه. وقال النبي للرجل: اصبر وانتظر ماذا يقول. يعني انتظر أول ما تروح تديله الهدية شوفه بيقول إيه، وبعد ما تديله الزاد انتظر شوف رده إيه. فذهب الرجل وأعطى ووصل لحدير رضي الله عنه وأرضاه وأعطاه الزاد، وقال له ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نسيك وربنا ذكره بيك. تخيل هو كان بيقول ايه، هقول لك دلوقتي في الاخر. فلما قال له ذلك ماذا قال حدير؟ هل قال شكرا لرسول الله؟ اول ما بدأ ماذا قال؟ رفع يديه الى السماء. اسمع، اسمع فائدة الذكر، اسمع ثمرات الذكر، اسمع. رفع يديه الى السماء وقال: اللهم كما لم تنس حديرا لا تجعل حدير ينساك ابدا. اللهم كما لم تنس حديرا لا تجعل حديرا ينساك ابدا. ثم رجع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حدث. فقال له: يا رسول الله، كان اول ما ذهبت اليه كان مشغول بالذكر، يقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ويقول بعدها نعم الزاد يا رب، نعم الزاد يا رب. النبي نسي ان يعطيه الزاد، هو يذكر ويقول نعم الزاد يا رب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لو نظرت، لما كان يذكر ربه حدير، لو نظرت الى السماء لوجدت لها سطوعا بين السماء والأرض، أو لوجدتها ساطعة بين السماء والأرض. في النهاية إزاي أذكر ربنا على كل أحياني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشيء واحد وسهل وبسيط. لما بتصحى من النوم بتقول إيه؟ لما تيجي تنام بتقول إيه؟ لما تنزل من بيتك بتقول إيه؟ عندي نزول أي شيء بتقول إيه؟ عندي صعود أي شيء بتقول إيه؟ هي دي أذكار الصباح، أذكار المساء، دعاء الركوبة، دعاء الاستيقاظ من النوم، دعاء دخول المسجد، الخروج من المسجد، دعاء النزول، لما ننزل نسبح، لما نصعد نكبر، وانت نازل من على السلم تسبح تقول سبحان الله لو مرة تكفيك، وانت طالع تكبر الله أكبر تكفيك، تمشي تقول أذكار. إذا حفظت عليها أنت إذا ممن يذكر الله على كل أحيانه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.